نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة في حالة القراءة على تطبيق تيك توك. قم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الإعدادات والخصوصية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الذكر، بعدها سوف نقوم بالضغط سوف نقوم بالضغط هنا على الرسائل الخاصة، هنا سوف نقوم بالضغط على حالة القراءة. هنا يمكن للآخرين أن يروا أنك قرأت رسائلهم، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو